اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيفي وضيفكم المدير الفني الكف في النادي الاهلي لفريق 2008 كابتن محمود بيومي. منورنا يا كابتن محمود. منور يا كابتن اسامه، وبشكرك على الاستضافه الجميله دي، ويا رب يكون ضيف خفيف عليك وعلى المشاهدين ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله، من شويه كنت بعرض اهداف وتقرير لفريق 2008، ما شاء الله فزنا على مودرن فيوتشر في مدينه نصر بثلاثيه، اداء رائع من اول الدوري، ما شاء الله ماشيين بالعلامه الكامله، 5 مباريات فوز كامل في المباريات. طبعا الحمد لله، طبعا بشكر ربنا طبعا على النتائج وعلى الاداء الفريق. انا بالنسبه لي انا السنه دي اول سنه مع فريق 2008، طبعا شرف كبير جدا لاي مدرب يخش قطاع الناشئين في النادي الاهلي. احب من وجودي هنا اشكر طبعا كابتن بدر رجب، كابتن خالد بيبو لما كان موجود، كابتن وليد سليمان، اشكرهم على الثقه اللي هم وضعوها فيا ان انا اكون موجود في النادي الاهلي، وان شاء الله اكون عند حسن ظنهم ان شاء الله باذن الله. بدايه كده، فرقه 2008 من الفرق المميزه جدا في النادي الاهلي، فيها عناصر شابه هايله، كواليتي من اللعيبه هايل. طبعا لما جيت طبعا ومسكت الفرقه، كابتن بدر لما اتكلم معايا كان طالب 3 حاجات لفرقه 2008. وعموما في النادي الاهلي عموما بيطلب الحاجات دي، يعني اول حاجه الاداء، تاني حاجه النتيجه، تالت حاجه التطوير. فتلات عناصر. الاداء اول حاجه. الاداء يعني كابتن بدر، يعني طبيعي هتسمع في اي مكان تاني يقول لك النتيجه وعايز اكسب البطوله، لكن لفت نظري انت قلت اول حاجه في الترتيب الاداء، ان الاداء يبقى افضل كمان من النتيجه. بالنسبه لي انا برضو في اسلوب شغلي وفي اسلوبي انا بحب جدا الاداء الاول، طبعا الاداء دايما هيديك نتيجه طبعا مع الوقت، فده اللي الحمد لله الواحد شغال عليه على الثلاث عناصر دول. طبعا هم 3 عناصر كبار جدا، اداء ونتيجه وتطوير. فالواحد الحمد لله بيسعى ان هو ان شاء الله باذن الله يعمل حاجه كويسه السنه دي ان شاء الله. ابرز مدار في اول جلسه ليك مع الكابتن بدرك، اكيد اول مره ليك في النادي الاهلي انك تدخل مدرب تتولى فريق 2008، اكيد الجلسه كانت مختلفه، والكابتن بدر ما شاء الله يعني عنده خبرات كبيره، يعرف المدرب اللي قدامه بيفكر ازاي وهيشتغل ازاي. بص كابتن بدر رجب طبعا اخونا الكبير، طبعا مش هنكبره قوي. طبعا كابتن بدر قيمه كبيره جدا في التدريب، يعني مش محتاج حد يتكلم عليه. لما قعدت معاه طبعا اول مره، طبعا هو الراجل يعني اي حد يخش النادي الاهلي طبعا بيبقى يعني على الفرازه، طبعا لازم يخش وهو عارف كابتن بدر هو جايب مين اشتغل في النادي الاهلي. وعموما انا عارف طبعا ان جاي النادي الاهلي، عارف انا هشتغل فين وفي نادي كبير جدا وايه اللي مطلوب مني طبعا. فكابتن بدر طبعا يعني الحمد لله كان عنده ثقه كبيره جدا فيا. زي ما بقول لك هو الراجل طبعا انا مالكش في النادي الاهلي، الراجل برضو يعني حته ان هو يجيب مدرب من نادي تاني ما لعبش في النادي الاهلي، في ثقه كبيره، في ثقه كبيره طبعا فيا. فالحمد لله يعني كابتن بدر مدينا الثقه، مدينا الحريه في الشغل، بيتكلم معانا دايما باستمرار على الفرقه وعلى اللعيبه المميزه، دايما بيتكلم حتى معانا في تطوير اللعيبه وفي البرامج التدريبيه. يعني هو موسوعه كبيره جدا طبعا، انت عارف خبره كبيره جدا. فالراجل بصراحه يعني مدينا كل حاجه بصراحه، يعني تخص ان انت تقدر تشتغل وتقدر تنجح ان شاء الله في النادي.